الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة بكين لمبادرة الحزام والطريق. وزيرة السياحة تؤكد أن فوز مصر بجائزة الريادة الدولية دليل على انتعاش القطاع. والاشتراكيون يفوزون بانتخابات إسبانيا، وسانشيز يتعهد بتشكيل حكومة موالية لأوروبا. السادسة صباحا، الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب زيارة للعاصمة الصينية بكين استمرت 4 أيام، شارك خلالها في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. وشهدت الزيارة إلقاء الرئيس السيسي كلمة في قمة المنتدى، أكد خلالها اتساق أهداف المبادرة مع جهود مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما شارك الرئيس في جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، وعقد كذلك العديد من اللقاءات الثنائية مع قادة دول المجموعة، وفي مقدمتها الرئيسان الصيني والروسي ورئيس الوزراء الإيطالي. أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط أهمية السياحة المستدامة كأحد المحاور الرئيسية للرؤية الحالية التي ترتكز عليها خطة الوزارة لتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية. وخلال لقاء تلفزيوني مع شبكة CNN الأمريكية على هامش مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي المقام في مدينة دبي، أشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع السياحة في مصر باعتباره أحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي، لافتة إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاستثمار في العنصر البشري وتدريب العاملين في القطاع السياحي. إلى ذلك، افتتحت الدكتورة رانيا مشاط وزيرة السياحة الجناح المصري المشارك في ملتقى سوق السفر العربي المقام بالإمارات. وخلال الافتتاح استعرضت المشاط الأساليب التكنولوجية والترويجية الجديدة التي تم تزويد الجناح المصري المشارك في المعرض بها. وأضافت أن الوزارة تقوم ببحث آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر من خلال إعداد برامج وحزم ترويجية. تصدر رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس دون تحقيق الغالبية المطلقة. وأظهرت البيانات الأخيرة للانتخابات حصول حزب العمال الاشتراكي على 123 مقعدا من أصل 350. فيما قال الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز أنه سيسعى لتشكيل حكومة موالية لأوروبا، وأن الشرط الوحيد لتشكيل الحكومة يتمثل في احترام الدستور وتعزيز العدالة الاجتماعية. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الحملة الأمريكية ضد النظام الإيراني أثرت على أنشطته لكنه يظل تهديدا عالميا. ونقلت قناة فوكس نيوز عن بولتون قوله أن النظام الإيراني لا يزال أكبر ممول للإرهاب في العالم، ويواصل تطوير الصواريخ الباليستية بغرض حمل الأسلحة النووية. وفي تصعيد للضغوط الاقتصادية على إيران، قرر الرئيس الأمريكي إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثمان دول بشراء النفط الإيراني بهدف تحقيق صادرات صفر من الخام في هذا البلد الآسيوي. قتل شخص على الأقل وأصيب 7 آخرون بجروح في إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية. وقالت متحدثة باسم الشرطة أن السلطات تلقت معلومات عن إطلاق نار وأكدت مقتل شخص على الأقل من دون ذكر معلومات عن الضحايا الآخرين، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن منفذ الحادث ودوافعه. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في أمان الله.